بال زعيم مزور لكيان وهمي بجواز سفر مزور، اعتقد بانه خطا على المستوى القانوني وبمنطق قيمه العلاقات وبمنطق طبعا الفرص التي تتوفر عليها العلاقات واهميه المغرب كشريك استراتيجي. اسبانيا تعد شريكا استراتيجيا اقتصاديا امنيا سياسيا تقليديا للمملكه المغربيه اعتبار لمجموعه من العلاقات التي تربط بين الجانبين منذ سنوات خلت، وهو الامر الذي تكرس بالرفع من منسوب المعاملات التجاريه خاصه بين البلدين، اذا ما اشرنا الى ذلك الى ما يناهز 15 مليار بطبيعه الحال درهم. الى جانب ذلك نشير الى التعاون الامني ومحاربه الهجره غير النظاميه.